السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نبدأ في الدرس الأول من الثقافة المالية يا عاشر، وهو الخطر. في البداية، ما هو الخطر؟ الخطر يا عاشر هو احتمال وقوع حدث معين، هو احتمال وقوع حدث معين ينتج منه خسارة مادية أو معنوية، ينتج منه خسارة مادية أو معنوية. إذن حفظ تعريف الخطر، هو احتمال وقوع الخطر وقوع حدث معين ينتج منه خسارة مادية أو معنوية، ينتج منه خسارة مادية أو معنوية. إذن هو احتمال وقوع حدث معين ينتج منه خسارة مادية أو معنوية. في البداية، للخطر أركان ومسببات. ما هي أركان الخطر؟ أركان الخطر الذي يمكن تعويضه مادياً، أركان الخطر هنا الذي يمكن تعويضه مادياً، يقصد بتعويض الخطر مادي يعني على التوفر هاي الأركان. شو هما الأركان الخطر؟ عندنا واحد، الاحتمالية وعدم التأكد. اثنين، الواقعية وعدم التصنع. ثلاث، الخسارة المالية. هلأ أركان الخطر، الاحتمالية وعدم التأكد، شو يعني؟ يقصد بذلك يا عاشر احتمال وقوع الحدث الخطر مستقبلا، فلا يكون حدوثه مؤكدا أو مستحيلا، ما يولد لدى الشخص تقديرات غير مؤكدة للنتائج المتوقعة أو المحتملة نتيجة شو؟ موقف معين أو اتخاذ قرار ما، بحيث تتراوح نسبة احتمالية حدوث الخطر بين الصفر والواحد. إذا كانت نسبته 0%، فإنه لا يعد خطر لأنه لن يحدث أبداً. وإذا بلغت النسبة 100%، فإن احتمال حدوث الخطر يكون أكثر من 100%، يعني أنه لا يعد خطراً يوجب التعويض. أما إذا كان احتمال وقوع الخطر بين هاتين النسبتين، فيجب التعويض. الواقعية وعدم التصنع. الواقعية وعدم التصنع يعني أنه يكون الخطر ناجم عن حادث عرضي، يعني لا إرادي، يعني غير متعمد من جانب الشخص نفسه، من جانب الشخص نفسه. الخسارة المالية يعني إيش؟ يتسبب الخطر عادة في حدوث خسائر مادية ومعنوية، وهذه الخسائر المادية يمكن تعويضها يا عاشر، خلافا للخسائر المعنوية التي يصعب قياسها كميا أي تحديد قيمتها. طيب، الآن ما هي مسببات الخطر؟ بالبداية، قبل ما نعرف ما هي مسببات الخطر، بالبداية بدنا نعرف مسببات الخطر. هي مجموعة يا عاشر من الظواهر والعوامل والحوادث التي تسبب وقوع الخطر الذي يؤدي إلى خسارة معنوية ومادية. إذن مجموعة من العوامل والظواهر والحوادث التي تسبب وقوع الخطر، مما يؤدي إلى حدوث خسارة مادية أو معنوية. طيب، ما هي مسببات هذا الخطر؟ الخطر الطبيعية، مسببات طبيعية ومسببات بشرية. هلأ عاشر، شو يعني مسببات الخطر الطبيعية؟ يعني عبارة يا مس، عبارة عن مجموعة من الظواهر اللي بتأثر سلبيا أو تأثير مباشر أو غير مباشر على الأشخاص أو على ممتلكاتهم. مثلا عندنا الزلازل، أو نقول مثلا البراكين، حرائق، مثلا فيضانات، أعاصير، كلها تنشأ بفعل عوامل طبيعية فقط. هذه المسببات خطر الطبيعية. أما مسببات الخطر البشرية هي مجموعة العوامل والحوادث التي تنتج من تدخل الإنسان وتسبب في حدوث الخطر والتأثير فيه، سواء كان بقصد أو من دون قصد، الذي يؤدي إلى اشتعال الحرائق واصطدام السيارات وعملية السطو مثلا، والسرقة والبطالة والمرض والشيخوخة والوفاة. هذه يا عاشر ملخص درس الخطر بشكل تام. الآن سوف نقوم بحل الأسئلة سويا. السؤال الأول يا عاشر، عرفي الخطر. عرفي الخطر أو عرف الخطر. حكينا الخطر هو إيه؟
هو احتمال وقوع، أحسنتم، هو احتمال وقوع حدث معين ينتج منه خسارة مادية أو معنوية. تمام، 10. طيب السؤال الثاني، علل استثناء الخسارة المعنوية من تعويض الخطر، ماذا يعني؟ لأن هذا النوع من الخسارة يصعب قياسه. أحسنتم، لأن هذا النوع من الخسارة يصعب قياسه كمياً أو تحديد قيمته. تمام، 10. لأن هذا النوع من الخسارة يصعب قياسه كمياً أو تحديد قيمته. السؤال الثالث، فسر سبب رفض تعويض الخطر في كل حالة من الحالات الآتية. تعمد بلال إشعال حريق في مصنعه للحصول على تعويض مادي عن الخسائر الناتجة من الخطر الحريق. ليه؟ فسر. لأن الخطر الواقع هنا كان إيش؟ متعمدا. أحسنتم، والأصل ماذا؟ والأصل أن يكون، برافو عليكم يا عاشر، عرضيا، لأن الخطر هنا كان متعمدا والأصل أن يكون عرضيا. طيب، باء، سكنت سلوى في منطقة معرضة للخطر، لخطر انفجار البراكين بنسبة 100%، لأن الأصل هنا في الخطر أن يكون غير مؤكد، وألا يكون مستحيلا، ولكن خطر الانفجار والبراكين مؤكدة الحدوث. أصيب فؤاد بانهيار عصبي أثر سرقة ألبوم الصور التي تمثل ذكرياته مع والده المتوفى، لأن الخسارة هنا شيء معنوي. أحسنتم، ويصعب قياسه لذا فهي تهمل ولا تعوض. فالأصل في الخسارة ماذا؟ أن تكون مالية يمكن قياسها وتحديدها. تمام، 10. السؤال الرابع عندك في الكتاب، صنف مسببات الخطر. عندنا الخطر الطبيعية، عندنا مثل الطبيعية الزلازل، البراكين، الحريق. أما مسببات الخطر البشرية، السرقة، البطالة،
أما المسببات الخطر البشرية هي السرقة والبطالة والمرض. ويعطيكم ألف عافية، ونلتقي في حصة قادمة في الأسبوع المقبل. استودعتكم الله يا عاشر.